معاناة جديدة بات المواطنون في وادي حضرموت يواجهونها للحصول على شربة ماء بارد مع لفح الصيف الحار. صالح باجبير واحد من سكان وادي حضرموت يضطر يوميا لشراء الثلج بعد أن عجزت ثلاجات البيوت عن التبريد نتيجة طول ساعات انقطاع الكهرباء. أزمات متراكمة ومعاناة تتفاقم في محافظة هي الأكثر ثروة في البلاد، لكن سكانها باتوا لا يحصلون على أدنى المتطلبات الضرورية للحياة. احنا نعاني هذه الأيام شدة الصيف وشدة الحماء، شوفوا الطوابير الثلج كيف وانقطاع الكهرباء، يعني معاناة الناس ومعاناة الشعب يعني متعبة كثير. يعني الناس يلا ها كل طوابير بالثلج في كل محلات التبريد، الناس كلهم طوابير على الثلج، ما في كهرباء ما في. نسأل الله السلام والعافية، يعني الله يعين الجميع إن شاء الله. أسعار الثلج والله من بداية الصيف كان ب2000، اليوم كنا ب3 ولا درينا وين نهاية نصل. نحن معدومة تكاد معدومة، يعني ما في وين كهرباء هي مشان تبرد البرادات. يعني الكهرباء لا في، يعني لا بالتبريد ولا بالإضاءة ولا بالراحة الناس، يعني الناس كلها في قلق، يعني في معيشة في بيتها وفي عملها وفي كل مكان، نحن والكهرباء صراع الكهرباء. التدهور غير مسبوق في خدمة الكهرباء بوادي حضرموت، وصل لأكثر من 18 ساعة في اليوم ما أحدث هذه الأزمة في الثلج وارتفاع أسعاره، وهو ما أضاف عبئا جديدا على حياة السكان في طريق حصولهم على قليل من الثلج، في حين لجأ جزء آخر منهم إلى برادات الصدقة على قارعة الطرقات للحصول على شربة ماء بارد حرموا منها في صيف حار. قام هذا العمل جزاهم الله خير للعقال والشيوخ شرب الماء البارد بسبب الكهرباء، لان بعض الناس ما معهم بيوت، في بيوتهم لا يقدرون على مشترى ثلج ولا يقدرون على سواد كهرباء، بهذه الطريقه ازدحام على الثلاجه. يواجه السكان في وادي حضرموت اوضاعا اقتصاديه تزداد صعوبه بشكل متسارع في ظل صمت من السلطات بالمحافظه والجهه الحكوميه العليا، خاصة في ظل انهيار خدمة الكهرباء وما نتج عنها من معاناة كبيرة جدا تسببت بتعطيل معظم الأعمال وإجبار السكان على بدائل طاقة تستنزف أموالهم في أسوأ وضع وصلت إليه المحافظة في تاريخها.